ما معنى الخاتشكار بقلم آراسوفاليان؟ كتب الدكتور جورج باروتجيان سطرين ووضع صورة فنية نادرة للصليب الحجري الأرمني لا غير. وهذه المسألة تنبه العطش، وخاصة في رمضان، فالكل يريد أن يعرف كل شيء عن كل شيء، ولن يكتفي بسطر وصورة، ولكن وما العمل؟ والدكتور باروتجيان منشغل في أمريكا بتحويش شهادات الدكتوراه، لذلك سمحت لنفسي بالتدخل، لأنني على يقين بأن الدكتور جورج لن يتمكن من الإسهاب، بل سيوجز، فهو منشغل. فطرحت السيدة ماجدا شين سؤال بسيط، وهو: دكتور جورج، ما معنى كلمة خاتشكار؟ وانتظرت، وكنت أذهب وأعود للصفحة فلا أجد جواب، فقررت التدخل، وهذا بالطبع واجب وطني. مرحبا سيدة ماجدة، أسمح لنفسي بالإجابة نيابة عن الدكتور جورج. الخاتشكار معناها الصليب الحجري، والأرمن في العام 301 ميلادي صاروا مسيحيين، وقبل روما الحكومة والشعب، ويبدو أنهم أحبوا الدين المسيحي لأنه يخلصهم من عبادة آلهة الرومان وعبادة آلهة الفرس، ولأن بلادهم جبلية وتحوي الصخور القاسية الملونة، فأحبوا تكريم السيد المسيح بمنحوتات له ولصليبه ولوالدته السيدة العذراء. وأغلب هذه الصخور هي بارتفاع قامة رجل، وممكن أكثر وممكن أقل بحسب توفر الحجر. وكان الفنان يعمل على منحوتته لمدة سنتين أو ثلاثة من العمل الفني اليدوي العالي المهارة، ولأن العمل يدوي فلا يمكن لصليب حجري أن يشبه صليب حجري آخر، ودرجة مسألة التزم بها الأثرياء، وهي صنع هذه الصلبان وشراؤها ممن يتقن صنعها لتوضع على القبور. فمن أراد إكرام أباه أو أمه صنع لهم خاتشكار يوضع على قبر أحدهما أو كلاهما، وأخذت المسألة منحى آخر، فلقد تم تزيين الكنائس بالصلبان الحجرية، ووضعت على قبور رجال الدين الصالحين والقديسين أو الأبطال القوميين. وحارب الرومان هذا الاتجاه إلى أن تنصروا، وكذلك حاربه الفرس ثم العرب بعد غزو أرمينيا، فكانوا يجدعون أنوف التماثيل المتعلقة حتى بالأبطال الأولمبيين،
ويخربون آذانهم ويثقبون عيونهم. فهناك في أرمينيا حقل في روسيا تقام فيه الألعاب الأولمبية، وتصنع للأبطال تماثيل يذكر على قواعدها اسم البطل وسنة الفوز واسم اللعبة وفي عهد من. وعندما وصل العرب إلى هذا الحقل لم يفهموا أن هذه التماثيل هي لأبطال أولمبيين، فدمروا ما قدروا على تدميره وشوهوا الباقي وحطموا من الصلبان ما قدروا على تحطيمه وعقروا الباقي، وانسحب العرب وخلفهم المماليك ثم موجات وحوش الشرق من تيمورلنج إلى هوراكو إلى شنكيز خان، وضربوا على نفس الوتر، واكتملت القصة بالعثمانيين الأتراك الذين لم يتركوا صليب حجري واحد إلا وحطموه إلى 4 أجزاء. ولم يبقى في الأناضول أو أرمينيا الغربية صليب حجري واحد لم يتلقى شرهم. قدرت اليونسكو هذا الأثر الإنساني بالمليارات، وقد ضاع معظمه للأسف، وبقيت بعض الصلبان في أرمينيا الشرقية والنخجوان نخجفان وناغورنو غارباخ. وجاء العهد السوفيتي، وهؤلاء لا يؤمنون بوجود الله ولا بالأنبياء ولا بالصلبان، فتم إهمال الصلبان الحجرية المتبقية إلى أن سقط الاتحاد السوفيتي. فعاد الأذربيجانيون إلى تقديم الخدمات لله تعالى، فحطموا أغلب الصلبان في نخجفان التي أقطعهم إياها ستالين، ورموا بالحجارة المكسرة في الأنهار حتى لا يعثر الأرمن عليها. وفي حرب ناغورنو غارباخ الثانية قضوا على معظم الصلبان الحجرية الموجودة في ناغورنو غارباخ التي سبق أن أقطعهم إياها ستالين أيضا، ودخلوا مقابر الأرمن وحطموا كل الصلبان على شواهد القبور حتى الجديدة منها. شهداء أرتساخ في حرب أرتساخ الأولى 1991 إلى 1993. وهذا هو قدرنا وما كتبه الله لنا، فهناك معادلة مستحيلة، مستحيلة التحقيق، وهي التعايش بين الفهيم والبهيم. لأنه وكما تقول جدة والدتي المردينية فريدة ملوح طيب الله ثراهما، عيش الفهيم مع البهيم داء سقيم. وبالمثل فلقد حطم المتنورون تماثيل بوذا بالديناميت في أفغانستان، فخسرت بلدهم المليارات، وخسرت السياحة في الحاضر والمستقبل، وهجم الدواحش على متاحف سوريا والعراق، فانتقموا من التماثيل وحطموها
بالمزربات وأدوات الهدم الثقيلة، وفجروا في تدمر معبد بل إله الشمس بالديناميت، وسووه بالأرض، وتقدر قيمته بالمليارات. والسبب هو الاستمرار على تجهيل هؤلاء الحثالات وتركهم بدون علم ولا ثقافة ولا معرفة، وحصدنا النتيجة بامتياز. آرا سوفاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 4/4/2022. آرا سوفاليان @gmail.com.